بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح أمر جديد من أوامر الأداة بتاعتنا اللي هي واي كيو أرش. الواي كيو أرش أنا شرحها دروس قبل كده، رابط الدروس دي أنا هحطه في أعلى يسار الشاشة من فوق، وكمان هحط لكم الرابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو. النهاردة درس بسيط جدا، إزاي إن أنا أغير سمك الحوائط بضغطة واحدة أو بأمر واحد. انا عندي هنا زي ما شايفين الحوائط الداخليه زي الحوائط الخارجيه، اي 250 × 25 250 ملم. طيب انا عايزه اخلي الحوائط الداخليه اصغر، طيب اعمل ازاي الكلام ده؟ انا هروح هنا كده على الواي كيو ارش من فوق، وهاجي اقول له بلين وول كولم، وعندي هنا تشينج وول ثيكنس اللي هي دبليو دبليو تي. تمام، يبقى الاختصار بتاعها WWT. انا هاجي اكتب لكم الاختصار عشان يظهر على الشاشه ويبان ليكم WWT، واقول له انتر. هنا الوول ثيكنس ممكن احنا نختاره من هنا، فانا هدوس عليه كده واقول له انا عايزه الوول ثيكنس بتاعي يبقى 150. تمام، هو 250 زي ما احنا شايفين، انا هحوله ل 150 وبعدين هقول له اوكي واختار الحوائط اللي انا عايزه اغيرها. فانا هختار الحائط ده اهو، شايفين بيصغر ازاي الحائط ده كده اهو، والحائط ده تمام اهو، ادي الحوائط الداخليه على طول غيرتها، ما احتاجتش ان انا ارسمها تاني. هندوس بيمين الماوس وندوس انتر. تمام، وهاجي انا عندي اهي كانت الاولانيه 250، انا هشيلها بالشكل ده كده واجي نشوف المقاس مع بعض اهو 150 اللي انا عملته. يبقى انا بضغطه واحده عرفت ان انا اغير السكنس او سمك الحوائط عندنا. زي ما شايفين درس بسيط جدا، لكن معلومه مهمه لازم ان احنا نعرفها عشان بتسهل لنا في الرسم في برنامج الاوتوكاد. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.